من ضمن الاسباب الاسئله، انا عندي صفاره على الصدر احيانا لما بنام، على اصحى على الصفاره وزي الربو وضيق التنفس، وما كنت بشعر بهذا الا بعد ما سويت عمليه تصغير قرنيات وتعديل حاجز، وكمان انفي اليمين دايما مغلق. فهل هذا الصفاره بسبب سيلان خلفي لم اشعر به، او بسبب الهواء البارد اللي بيخش على الرئتين بعد ازاله الغضاريف وتدمير الشعيرات اللي بتدفي الهواء، لان بشعر بحرقه جدران الانف من الداخل؟ ارجو الرد. الحقيقه الحساسية حساسية، الحساسية تفضل عندك ما دام ده حاجة مزمنة بالنسبة لك. أنا مريض حساسية وما زلت مريض حساسية، عملت العملية وما زلت مريض عملية، وما زال صدري فيه صفارة، ما زال صدري فيه صفارة. فده حاجة خلاص دي موجودة عندي، ما بقتش مرتبطة بالعملية والعدول، لأن العملية مش هتأثر على ده. دي أول نقطة. النقطة الثانية، أنت عامل العملية من إمتى؟ لأنه عادة الناس اللي عاملة العملية من قريب بتحس إن في زي هوا جديد بيدخل لها، وكأن في إيه، الدنيا اتفتحت. لكن مع الوقت الدنيا هتهدى، وان شاء الله الدنيا هتكون بالنسبه لك كويسه، والدنيا ترجع في افضل حال. فانت لو لسه شهر شهرين ثلاثه كده، في اول 3 شهور وحاسس بالهوا الشديد ده، فما تتوترش، الموضوع عادي. اكتر من كده ممكن لما هو ان شاء الله سلك لك والدنيا بقت ماشيه، ان هو ده الطبيعي، انك تحس ان الهوا كل ده بيدخل في صدرك. انت كنت الاول بيدخل من حته صغيره، دلوقتي بقى بيدخل من مدخل كبير، فبقيت حاسس ان ده اللي مش طبيعي. لا، اللي ما كانش طبيعي الوضع اللي كان في الاول. فدي برضك النقطه الثانيه. النقطة الثالثة، هل الصفارة على الصدر دي مثلا ممكن تكون بسبب عملية تصغير؟ انت ممكن تكون ربطتها بكده، بس ممكن كمان ان انت لما كان عندك نوع من انواع قرنيات الانف او الغضاريف كبيرة، فكانت منع الهواء ان هو يدخل بشكل جيد الى الصدر، فدلوقتي لما الموضوع اتشال فبتاخد نفسك اكتر، فالصفارة ممكن انها بتسمع اكتر. لكن اي ما كانت من هذه الاسباب بلاش ترجعها للموضوع ده، لان ما دام عندك الصفار على الصدر او حساسيه فهتفضل موجوده عندك، ولا يوجد لديها تاثير بهذا الموضوع. والف سلام عليك، ونصيحتي انتظر شويه. لو انت لسه عامل عمليه في خلال 3 شهور اصبر شويه. لو لسه عدى عليك اكتر من روح لدكتور صدريه مش دكتور انف، علشان يكشف على صدرك، لانك محتاج هنا دكتور صدريه علشان يكشف على هذه المنطقه، يشوف اسباب الصفار على الصدر، وتاخد أدوية الصدر، وربنا يوفقك بإذن الله تعالى.